المهم وليد قول لهم انه احنا بنجهز لنا شيء رهيب. احنا قاعدين يا جماعه بنجهز لشيء يعني غير متوقع. ما حد تخيل ايوه بالضبط. وان شاء الله راح يكسر الدنيا يعني وراح تنبسط فيه كلياتكم زي ما احنا بنبسط فيه. متى راح ينزل الفيديو لسه ما حبيني ما حددنا موعد، ولكن انا بوعدكم انه خلاص قريبا جدا. جنى بتحمس كثير، احنا متحمسين كثير. تعرف جنى اختنا الوحيده، البنت الوحيده، وشعور يعني مختلف، فشعور بتكون شيء رهيب جدا. وما يعني شو اسمعه هو ترى مش بس حيكون في انه حيكون في يعني اسمع حيكون في اسمع لا تحكي عصوم عصوم لا تحكي لا تحرق عليهم خليهم عشان يتحمس ويتحمس. اوكي ما عليكم. اوكي طبعا يا اخوانا اللي ما حضر ترى نزلنا فيلم عن عرس وليد ساعتين وربع كاملين على اليوتيوب، شيء جدا رهيب ترى. لهلا قاعدين بيحضروا، احنا العيله كلها عندنا متجمعه بالبيت وقاعدين بيحضروا الفيلم، كثير رهيب صراحه. حضرناه والله انكم رهيبين.